هذا النظام، أو الموضوع أسهل بكثير دلوقتي. الموضوع أسهل لأن على تطبيق لينكس الخاص بيك هتلاقي إن في أداة موجودة اسمها ميتاسبلويت. أداة ميتاسبلويت تعتبر زي مكتبة كاملة أو وسيلة تقدر منها إنك تعمل هجوم بشكل كامل، تقدر إنك تدور على التطبيقات، تعرف هل التطبيقات دي فيها ثغرات موجودة ولا لأ، ولو لقيت لحظك إن في تطبيق في ثغرة على الميتاسبلويت، الميتاسبلويت تول تقدر كمان تديك إرشاد إزاي تستغل هذه الثغرة بشكل صحيح. تعالوا نشوف مع بعض. دلوقتي أنا عرفت من واقع نتائج الإنماب إن في خدمة شغالة اسمها VSFTPD234. هاخد كوبي ليها وهروح على الميتاسبلويت واكتب كلمة سيرش واكتب اسم الثغرة أو اسم التطبيق. دلوقتي لو في قاعدة بيانات الميتاسبلويت في اكسبلويت أو في ملف استغلال ثغرة مرتبط بالتطبيق ده هيظهر عندي. هلاقي فعلا إن الميتاسبلويت بتقول لي إن فعلا في اكسبلويت بتطابق الثغرة اللي احنا شايفينها دي، وبتمكنني إن أنا أعمل باك دور على النظام. فاكرين يعني إيه باك دور؟ بوابة خلفية أقدر منها إن أنا أخترق هذا النظام. جميل جدا. عشان أستخدم ملف الإكسبلويت دوت، وخلي بالكم يا جماعة، ميتاسبلويت سهل عليك إنك تروح تفتح إكسبلويت دي بي، تحمل الملف، تنقله على الجهاز، وتشغله باستخدام أداة بايثون أو باستخدام فريم ورك زي بايثون عشان أو لغة برمجة بايثون. عمل لك كل الكلام ده بشكل أوتوماتيك. هقول له هنا يوز استخدم، وهقول له عايز استخدم الإكسبلويت فايل دوت. عظيم جدا. دلوقتي بيقول لي إن مفيش إعدادات موجودة على هذا النظام. من فضلك حط الإعدادات، أو هو مش كاتب كده بس أنا بقول كده. فأقول كلمة شو، كلمة ست، فكلمة ست هنا هتوضح لي معلومات كتير جدا أقدر إن أنا أحطها. الحاجة الوحيدة اللي أنا عايز أحطها هنا في المعلومات هنا إن أنا عايز أحط معلومة على جنب كلمة ار هوست. كلمة ار هوست دي اختصار لكلمة ريموت هوست، معناها هو مين النظام اللي انت عايز تجرب البيلود دي او تجرب الثغرة دي عليه. فهقول له انا دلوقتي عايز اسيت الار هوست ل 192.168.127.167 واضغط انتر. دلوقتي لما اقول كلمة سيت كمان مرة هلاقي جنب كلمة ار هوست بقى موجود ايه؟ 192.168.127.167. دلوقتي هقول له اكسبلويت واضغط انتر. بس قبل ما اضغط انتر وقبل لما اجو يعني استمر في اللاب، خلي بالك ان مش ده دايما اللي انت بتحطه لما بتستخدم ميتاسبلويت. بمعنى ايه؟ ان في بعض اشكال البيلود الاخرى ممكن يكون مطلوب منك مش بس تحط هذه المعلومه، بس ممكن يطلب منك تحط البورت. هنا هو حطه بشكل اوتوماتيك. ممكن يطلب منك تحط معلومه مثلا زي الاس اس ال سايفر. ممكن يقول لك مثلا حط فيرجن الاس اللي انت هتشتغل بيه، هو هنا محطوط اوتو. انا قصدي هنا اقول لك ايه، ان دايما بيكون بيختلف الاعدادات من بيلود لبيلود تاني، ودي بقى بتبقى وظيفتك وانت بتدور. انت مثلا النهارده اتعلمت في الكورس دوت التول دي مثلا، او اتعلمت ان انت تخترق هذه الثغره، انت لسه عليك دور مهم جدا انك تقعد تجرب الكلام ده بايدك. ولو انت شفتني بحاول اطبق الهجوم ده على الابليكيشن ده، طب ما مع نفسك انت حاول تستغل الثغره دي وتشوف هل ليها ثغرات ولا لا، وشوف ممكن تتعامل ازاي باستخدام الكالي والميتاسبلويت، ودور شوف تتعامل ازاي. لان 99.99% من اللي انت بتتعلمه في مجال الامن السيبراني هو نابع من اللي انت بتحاول تعمله زياده لنفسك. احنا بس بندي الاساسيات وبندي الادوات اللي انت ممكن تديك زي يعني ممكن نقول ايه، ارشاد في الطريق الطويل دوت او الطريق الضلمه دي. ولكن المجال دوت مجزي جدا لو انت حابه، لو انت حابب هذا المجال وهتستثمر فيه وقتك بشكل كافي. مفيش داعي ان انا اقول لك ان المجال ده من اكتر المجالات المطلوبه في سوق العمل دلوقتي، والظروف الشغل فيها كويسه جدا لاي حد حابب ان هو فعلا يشتغل في هذا المجال. المهم
دلوقتي هنا زي ما انتم شايفين انا حطيت الار هوست وهكتب كلمه اكسبلويت واضغط انتر. اللي بيحصل دلوقتي هنا يا جماعه ايه؟ اللي بيحصل دلوقتي هنا ان انا بعمل الدليفر وبعمل الاكسبلويت. فالميتاسبلويت ساعدني تقريبا في الثلاث نقط دول. بص دلوقتي اللي هيحصل عندي هنا، هيقول لي ان انا لقيت شيل موجوده على البورت دوت. دلوقتي لما هضغط انتر، في الحقيقه انت مش بتضغط انتر في الفراغ. انت في الحقيقه دلوقتي واقف على شاشه الاوامر اللي موجوده على النظام ده من غير ما تحط يوزر نيم وباسورد، لان كان في ثغره على هذا النظام مكنتك انك تخش على هذا النظام. طب تعال اثبت لك ان انت من هنا في الانتر الفاضي دي انت فعلا واقف على هذا النظام. هقول كلمه اسمها هو ام اي واضغط انتر. هيقول لي انت اسمك روت. روت ده هو اسم المستخدم اللي موجود على النظام ده. طيب مش قادر تثبت او مش عارف اقول لك ان انت فعلا على هذا النظام، هعمل امر اسمه ls. امر ls دوت بيبين لي الملفات اللي موجوده على النظام ده، لان انا قلت ان واقف عليه. فدلوقتي على النظام ده هكتب كلمه اسمها touch وهعمل ملف اسمه تك فورتكس واضغط انتر. دلوقتي على كل لينكس هقول له ls اللي بس كده اشوف وانا فين. touch tick هكتبها هنا معلش. وهعمل كده هنا دلوقتي. اوكي انا طلعت من السيشن. هلاقي هنا فعلا في فايل او ملف موجود اسمه تيك فورتكس، لان انا حرفيا من كالي لينكس اللي هنا دي انا بشوف البيانات اللي موجوده هنا. لو حبيت دلوقتي من كالي لينكس ان انا اطفي النظام ده، هعمل كلمه هالت، فهلاقي على الميتاسبلويت ان بيحصل فعلا اطفاء للنظام ده. ده مثال على اللي انا ممكن اعمله على النظام وازاي ممكن اخترقه عن طريق ثغره موجوده. الهجوم بتاعك بينتهي تقريبا في مرحله ان انا دخلت على النظام. ما بعد ذلك بيكون بقى مسؤوليه المهاجم بناء على الهدف اللي هو عايز يعمله على هذا النظام. زي ما قلت لكم قبل كده، الهدف اللي المهاجم بيحاول يعمله على النظام بيختلف على حسب هو المهاجم عايز ايه بالظبط. المهاجم ممكن يكون عايز مجرد ان هو يدخل على النظام عشان يهاجم منه نظام تاني، او ان هو يشفر البيانات، او ان هو يستخدمه في تشفير او في عمليه تعدين العملات المشفره. احنا عارفين طبعا البيتكوين، الاثيريوم، العملات المشفره. في بعض الكراكس اللي بتتعمل للجيمز والالعاب بيكون كل هدفها في الحياه ان هي تفتح لك اللعبه، لكن كمان بتنزل عندك تطبيق بيعمل عمليه تعدين لعملات رقميه. متخيل؟ فالهجمات عموما اهدافها بتختلف من واحد للتاني. طبعا احنا وضحنا السيميوليشن اوف فول اتاك، ووضحنا برضو اللاب بتاعنا اللي استخدمناه في عمليه سواء المان ان ذا ميدل او سواء في عمليه الهجوم الخاص بال